رحلة جميلة جدا في اسأل مجرب، رحلة جميلة لأني بقعد مع الفلاح واتكلم معاه واسمع منه، اتعلمت كتير من خلال تواجدي في الأرض الزراعية، كنت بروح من محافظة لمحافظة ومن قرية لقرية عشان أقعد مع الناس الجميلة واسمع منهم واتكلم معاهم، كان في مشاكل كتير بيحبوا يوصلوها للمسؤولين، لكن كان في مشكلة تهمني جدا إن أنا ألاقي لها حل، مشكلة ارتفاع نسبة الملوحة في المياه والتربة، لأن المشكلة دي كانت بتزعل الفلاح وفي نفس الوقت كانت بتقلل الإنتاج، كنت تروح عند الفلاح يقول لك كان في أشجار هنا وقلعتها. الزرعة بتاعتي نشفت. الموضوع ما كانش سهل ولا بسيط لأنه كان بيصرف كتير جدا عشان يحل المشكلة دي، وفي الآخر تطلع عنده الإنتاجية ضعيف. تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي لشركة دلتا ووتر قدر يقدم الحل ده. قدرنا نشوف ناس بتزرع فراولة، بتزرع محاصيل مختلفة على نسبة ملوحة مرتفعة. كتير من المزارعين يقولوا لي ما كناش مصدقين في البداية، لكن لما روحت معاهم وسألتهم وقعدت قالوا لي النتيجة جميلة جدا. احنا النهاردة قدرنا نقتنع إن العلم ليه دور كبير جدا في زيادة الإنتاجية. اسأل مجرب، بقعد مع المزارع، بقعد مع صاحب الأرض، نناقش قضايا كتير جدا الهدف منها زيادة الإنتاج والحفاظ على الأمن القومي. كل نقطة مية قادرة تدخر من غير حدود، وفي إيدينا عملة نادرة تزرع الصحراء ببرود. ليه تسيب المية مالحة والشجر يطرح صفا؟ خلي الأرض صالحة والصحارى تزيد خضار. انت أكبر جهاز الطبيعة محتاجة، والتجارة وامتياز جاي وجاب. التوقيت ده مهم جدا للفراولة ولمزارعي الفراولة. احنا بنتكلم على محصول نجح، ابتدينا نشوف فيه معاملات زراعية متقدمة جدا، بنصدر الحمد لله، في تطبيق لأدق التفاصيل عشان توصل بالمنتج للحجم ولدرجة التلوين وللمذاق. في مشاكل بتقابل المحصول ده؟ أيوة في مشاكل، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وفي التربة. ده وقتها هوريكم نماذج قدرت ان هي تنجح تزود من انتاجها. في البداية انا برحب بحضرتك. الحمد لله. تعرف بيك رضا ناصر. احنا فين يا حاج رضا دلوقتي؟ احنا هنا في منطقة السخنة طريق المفارق. دي كلها تبع البحيرة. ده تبع البحيرة. السخنة طريق المفارق. طريق المفارق. الفراولة حق ناصر من المحاصيل اللي هي بقت ليها تسويق مجزي الحمد لله، يا اما سوق محلي يا اما سوق تصديري، وده معناه ان انتم بتشتغلوا صح، يعني تقدر تطلع ثمرة طعمها حلو ما فيهاش متبقيات مبيدات، شكلها حتى حلو. الفراولة بتعملوا فيها ايه؟ بتشتغلوا معاها ازاي؟ الاول خالص اهم حاجة نسبة الايه الملوحة في المية، وده اشتغلنا عليها في الاول. ملوحه الارض كانت 1200. ايوه. فكنا هننزله بير، فالبير ده تكلفته عاليه جدا يعني. فعملنا ايه، الحاج مصري قال لك ايه جماعه جيراننا هنا ركبوا الجهاز ده وناجح من السنه اللي فاتت. تمام. فاحنا ما كناش مقتنعين بيه، فركبنا الجهاز. من ساعه ما ركبنا الجهاز ده والزراعه بالصلاه على النبي حاجه هتفرح يعني. جيرانك مركبين الجهاز السنه اللي فاتت جايب معاهم نتيجه، رحت بقى قعدت معاهم تتكلم معاهم؟ رحت لهم لقيتهم زارعين ايه؟ زارعين فراوله برضو. كانوا زارعين فراوله. والملوحه عندهم كام جزء؟ الملوحه كانت عندهم 1400 برضو. ايوه. قالوا لك ايه اول ما رحت؟ قالوا لي لا ما تنزلش بير لان البير تكلفته عاليه وممكن ايه يطلع مالح برضو. ايوه. فالمهم احنا عملنا ايه، ما كناش مقتنعين برضو بالايه، مش مصدق. لما ركبنا الجهاز اقتنعنا بيه اقتناع تام يعني. بعد قد ايه اللي حصل بقى؟ احنا ركبنا الجهاز ده في شهر ايه، في شهر 9. تمام. قبل الفراوله. تمام. زرعنا الفراوله كانت الاول قبل الجهاز بيحصل نشفان فيها وتعبنا تعب جامد. ركبنا الجهاز بالصلاه على النبي الشتل مشت 100 ولا رجعنا ولا اي حاجه. هنا نسبه الملوحه 1200. 1200. هنا 1200 جزء في المليون. 1200. اول مره تزرع فراوله؟ هنا اول مره نزرع فراوله. انما خبرتك بقى في زراعه الفراوله عارف ان هي ليها حد معين وبعد كده مش هتديك انتاج. صح. طب لما بتبقى في نسبه ملوحه كان في حلول قديمه بتعملوها؟ كان في معاملات بنحط معالجات ملوحه كانت بتكلفتها جامده جدا. يعني كل اسبوع كنا نحط ايه دفعه ملوحه. دفعه الملوحه دي ابسط حل كان الفدان مثلا ياخد له ايه ب 400 جنيه. ايوه. دلوقتي ما حطناش ولا مره من ساعه ما ركبنا الجهاز ولا مره. ولا مره ولا في الموسم. ولا مره. ابتدينا نبشر دي، انت ابتديت تجمع منها ما شاء الله. بنجمعه وهي بقى لنا 20 يوم. هي الفراوله مراحل زراعتها ايه؟ يعني انا اول ما بتيجي ابتدي ازرع او افكر في زراعه فراوله، انت قلت لي اول حاجه فكرت فيها اول المي. حاجه نسبه الملوحه في الميه. تمام. 1200 جزء في المليون، لو سالت اي حد هيقول لك لا اوعى تزرع فراوله. اوعى تزرع فراوله. هي بتتحمل لغايه كام جزء؟ هي اخرها 600. اخرها 600. يعني احنا بنتكلم النهارده ان انا عندي البير بتاعي 1200 جزء في المليون،
والحاج بيقول لي اخرها 600، وبالرغم من كده ابتديت اخطط واشوف هحل المشكله دي ازاي. الشتلات بتشتريها منين؟ بتبتدي تزرع الفراوله ازاي؟ بتعمل الشتلات احنا بنعملها طول ما المايه حلوه برضه على الجهاز كده تطلع عندنا شتلات 100 ما شاء الله. ما تتعبناش في اي حاجه، في ملوحه ما بتنفعش بنضطر نشتري بقى، بتبقى تكلفه زايده على ايه؟ على الفدان. شايف كده الفدان هيديك انتاج اعلى؟ باينه زراعه قدام حضرتك ما شاء الله. يعني حتى ميه لا تصلح لزراعه الفراوله و1200 جزء في المليون واديتني فراوله، لا ومش انتاج عادي، بسم الله ما شاء الله. انتاج بالصلاة على النبي. ممكن يزيد بنسبه كام في الميه مثلا؟ لا يزيد هو كعين مزارع، انا عارف انت مش هتوزن دلوقتي ولا هتقدر. لا دلوقتي بالنسبه الملوحه هي تبان في الاول تفرق معاك نص انتاج على طول. نص الانتاج يعني بدل مثلا ما هجيب طن هجيب 2 طن مثلا. هتجيب 2 طن مثلا. وبتطول. انما المتوسط كام طن في الفدان؟ لا المتوسط دي بقى حسب الايه، المتوسط لو فراوله صح ممكن تجيب مثلا من 20 ل 30 طن. ربنا يبارك يا الله. وده يزيد مع جهاز معالج المياه المغناطيسي. بتفرق الفراوله عن فراوله في ايه؟ يعني انا ساعات اروح اشتري فراوله الاقي مذاقها مختلف، شكلها جميل. ده ايه السبب بقى؟ ده النوع. النوع نفسه. النوع ونسبه الملوحه في التربه. النوع ونسبه الملوحه. نسبه الملوحه في التربه. انت زارع نوع ايه؟ انا نوع سنسيشال ونوع جديد اسمه برينياس. ان شاء الله دول يبقوا ناجحين باذن الله. ناجحين باذن الله، وباينه بتبان من الاول معاك من اول الموسم معاك. معدل التسميد فرق معاك؟ فرق معايا. السماد نفسه فرق معايا. قللته ولا زودته ولا عملت ايه؟ لا ما قللت طبعا، ده ولو زودت بيبان معاك على الزراعه في الايه. يعني ممكن في ملوحه مهما تسمد ومهما تعمل ما تلاقيش نتيجه معاك. ايوه انا شايف ان ما شاء الله معدل النمو الخضري شكله حلو. لا بس طلع يعني حجم حبايه وشغل، اقل تسميد بيبان معاك في الايه ما شاء الله. بس انت بتديها عناصر على قد احتياجها. على قد احتياجك. انت بالنسبه للري اللي عندك هنا كله ري تنقيط. تنقيط. كان بيحصل عندك مشاكل في شبكه الري بسبب الملوحه قبل كده؟ لا ما كانش بيحصل. بس هو ايه، ملوحه مع حديد الاثنين كانت بتاثر معايا. دلوقتي ما عادش فيها ايه، ملوحه مع حديد الاثنين كانت بتسد الشبكه، بتسد النجاطات على طول، كانت تسد النقاط. دلوقتي انتهت المشكله. انتهت المشكله. عايزك النهارده بعد ما قلت لي انا كنت قلقان ومتردد ورحت سالت الجيران، تقول للناس رايك ايه في معالج المياه المغناطيسي لشركه دلتا؟ لا بصراحه ما فيش بعد كده. باين على الزراعه قدامنا انتاج عالي وراحه في وقل التسميد وتوفير في كل حاجه. توفير في مستلزمات الانتاج. قللت كميه السماد، ما فيش مضادات املاح، في نفس الوقت زودت الانتاج عندي، وده يديني انتاجيه. زودت الانتاج عندي يديني سعر اقدر ان انا اسوق واقدر ان انا احقق هامش ربح عادل. فده يعني يعتبر انجاز حقيقي ل 1200 جزء في المليون، ما كانش ينفع في زراعه الفراوله، لا النهارده بقى ليه مردود. لا ما كانش تنفع خالص، ما كانش تنفع. كانت الزراعه تمشي معاك فجاه تلاقيها صفرت تموت معاك، ما تطولش. جمعت معاك بتجمع معاك مثلا نص جمع وتيجي تلاقي النبات يموت. بشكرك. الطبيعه محتاجه والقدره والديان.